أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني أنه لا يفكر حاليا في مسألة استمراره في قيادة الفريق الكتالوني الموسم المقبل، واعتبر أن التفكير لمدة شهرين قادمين في كرة القدم يعتبر فترة طويلة للغاية. وينتهي عقد المدرب الباسكي مع البلوغرانا في يونيو حزيران المقبل مع إمكانية تمديده لعام آخر في حال لم يقدم أي من الطرفين على إنهائه قبل بداية مايو آيار القادم. وقال فالفيردي إن كرة القدم بها كل شيء، ويسعد الجميع حين يحقق الفريق الفوز، وفي حالة الخسارة تتجه الأنظار نحو المدرب. وعلى الرغم من الإقصاء المفاجئ للفريق من دوري الأبطال الموسم الماضي على يد روما الإيطالي في دور الثمانية، وكلمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عند تقديم الفريق بداية الموسم الجاري بأنهم يرغبون بشدة في الفوز بهذه الكأس الرائعة، إلى أن فالفيردي أشار إلى أنه لا يريد التفكير في الأمر حاليا، وقال: لا أفكر في هذا الأمر حاليا على الإطلاق، بالطبع الجميع هنا يحلم بالفوز مثل كل عام، ولكن الأهم دائما هو الوقت الحاضر ليس أكثر. وحول ميسي أكد فالفيردي أنه لم يفاجئه أي شيء جديد في اللاعب، وإنما هو يراه دائما متحمسا للمشاركة ومساعدة الفريق لا سيما في المباريات الهامة. وقال: ليو لديه حافز شخصي فيما يتعلق بدور الأبطال والعام الماضي كذلك، ولكنه بالطبع يدرك رغبة الجماهير ورغبتنا جميعا. ليس هناك مجال للخطأ في بطولة مثل الشامبيونز ليج، فبعض المباريات تفوز بها دون معرفة كيف والعكس صحيح. هذه هي التجربة التي عشناها في الموسم الماضي. كما أثنى فالفيردي على الفرنسي عثمان ديمبلي بالإضافة للصفقات الجديدة التي انضمت للفريق هذا الموسم مثل الفرنسي كليمون لانجولي والبرازيليين مالكوم وأرسون ميرو والتشيلي أرتورو فيدال. وحول تذبذب مستوى الفريق في الليغا هذا الموسم أقر صاحب 45 عاما بأن المنافسة صعبة للغاية هذا الموسم، كما أن فريقه لم يكن جيدا في مباراتين وهما ليجانيس وريال بيتيس، إلى أنه ذكر في المقابل بانتصارات هامة مثل الذي حققه على الغريم التقليدي ريال مدريد 5-1، ونهائي كأس السوبر الإسباني، ونهائي كأس الملك أمام إشبيلية.